تجربتي بالسجن كانت فيها كثير من الحرية. الصدمة كانت هي بعد ما طلعت من السجن. الصدمة بالسجن الكبير اللي اسمه بيروت. يعني الا ما تدخل حياته. ليه بعدت عن السينما وعن بيروت؟ لا ما خلص ما عادش في امكانيه. انا عملت انت بتعرف انا من اي سنه بعمل سينما؟ يعني من سنه 62 انا بعمل سينما وتعبت اخر شيء. الوجع مزمن وجودي يعني باساس تركيبه الانسان وجوده في مشكله. في حرب، في حرب بيولوجية بأجسامنا، في حرب موجودة بالطبيعة. Et puis si on voit ça là, c'est quoi? Parce que moi, dans le réel, je suis jamais là. Je suis jamais venu là. Je suis venu là parce que tu me dis de venir là. ممكن يصير تعمل ديبرشن هاي الحالة، وفي كتار يعني، وخاصة الممثلين معرضين كتير للديبرشن. انت بديبرشن هلا؟ لا. شو لكيف شو كيف طلعت؟